خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقة اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقة. كل ده طبعا كان من فلوسي أنا. حاولت على قد ما أقدر ما أقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والأولاد، وكان دايما يقول لي خلي عنك يا إنجي ولا يهمك يا حبيبتي. إنجي يا ست، إنجي يا ست هانم، بقالي ساعة بنادي عليكي. في إيه يا علي؟ في إيه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمة على الهواء على التلفزيون. في الحقيقة أنا سعيدة جدا، سعيدة إن الناس كلها عجبها كتابي وخصوصا الستات. ردي عليا يا هانم. في إيه يا علي؟ بقول لك على التلفزيون على الهواء، اسكت شوية. هو التلفزيون أهم ولا جوزك؟ أنا أسفة يا هالة، أسفة قوي، معلش شوية أمور عائلية تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تأثير كتابك على حياتك الشخصية وخصوصا رد فعل جوزك. يا خبر أبيض، جوزي؟ هو أنا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جدا، وفي الحقيقة بيشجعني قوي وعايزني أكتب جزء تاني. أنا عايز الجزء التاني من الشراب ده. في إيه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك أخده وعمله كورة شراب؟ أنا مالي؟ بتتخانق معايا أنا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك بدل ما خلي الجزء التاني من حياتك أسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا ابدا اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فرده الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقه انا محتاره الجزء التاني كنت اكتبه عن ايه، لحد ما قررت ان انا اكتبه عن الست المصريه. والحقيقه لقيت ان الست المصريه جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي جوزي علي هو مثال الراجل ده. أي نجاحات للجورنال هي نجاحات لينا كلنا بفضل اجتهادكم وشغلكم. وبعدين الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب بقى هو الحفاظ على القمة. اتفضل. طبعا يا فندم طبعا، احنا نوعدك نفضل دايما على القمة، ويعني النجاحات دي كلها بسبب توجيهات حضرتك يا أستاذ جميل. لا 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 يا أستاذ إنجي، ده بفضل اجتهادك وشغلك. أستاذ في إيه؟ وقت التواليت دلوقتي؟ لا تواليت إيه؟ مش تواليت خالص أستاذ. إيه نمبر 2؟ نعم. أنا كمان اشتغلت مع حضرتك، أنا معايا اشتغلت. أيوة عارفك عارفك، طالما أنت معاها بقى اتفضلي روحي جهزي نفسك علشان الوقفة. العيد جه؟ مش معقول، إمتى والله؟ لا عيد إيه؟ أمال الوقفة اللي على سلم نقابة الصحفيين، الوقفة الاحتجاجية. الأستاذة إنجي هتغطي الوقفة هناك وهتاخد لك أكتر من صورة علشان ندلع الموضوع. ندلعه؟ ندلعه إزاي يعني؟ نتحازم ونرقص؟ لا دي وقفة تانية خالص. الوقفة الوقفة إيه الوقفة يا إنجي؟ الوقفة. طب أنا هقوم بقى عشان أحضر نفسي للوقفة. شفت يا إنجي؟ كاميليا اتغيرت خالص بعد ما اشتغلت معاكي، بس كل ده بفضل توجيهاتي. لا بفضل ان مفيش حد غيرهم بقى يشتغل في الجورنال. توصلي ايه؟ علي يقصد يا فندم ان طبعا بعد الموقع الجديد التكليفات والشغل زاد علينا وكاميليا، وهو قصده يعني ان حضرتك تزود التكليفات ليه شويه. لا انا عايز التكليفات تقل من عليكي انتي شويه. والله انا ما اشتكيتش يا علي، خليك في نفسك. قصد سعادتك بقى انك عايز تريح مراتك. لا انا مش عايز اريحها، انا عايز اتلم عليها، انا ما بقتش اشوفها غير وهي نايمه. يا كذاب والله العظيم ابدا يا فندم، انا ما بنامش اصلا من ساعه مكتبها نزل وساعتك كلفتها بشغل الجورنال الاضافي، وانا بتحايل عليها تاخد اجازه بدون مرتب وهي مش راضيه. انسى يا علي مش هيحصل. وشغل البيت ورعايه الاولاد مين هيعملهم؟ والله يا علي لو انت شايف ان انا مش واخده بالي من بيتي وولادي خلاص خد انت اجازه بدون مرتب وخلي بالك منه. على اخر الزمن الرجاله هتغسل وتطبخ. ايه يا استاذ علي ومالهم الرجاله اللي بتطبخ؟ احسن شيفات في العالم رجاله. وبعدين الظاهر بقى انك بقالك كتير ما اكلتش من ايديا. اصل علي يا استاذ جميل عايز يمارس دور الذكوري ويعمل عليا سيد، وابقى انا امينه وابقى جاريه تحت رجليه. الحل الوحيد عشان الست دي ما تتطلقش في ايدك انت يا جميل. في ايدنا ازاي يعني؟ ارفدها يا جميل.
هو ده علي اللي انت قعدتي تتحايلي عليا ان اجيبه الاجتماع وانه هيبقى كويس وكفاءه؟ أسفة أنا غلطانة فعلا يا أستاذ جميل. بقول لحضرتك إيه؟ عرفته. خلاص يا إنجي عرفته عرفته، بس أنتي روح الوقفة بتاع سلم النقابة بتاع الصحفيين. يلا. حاضر. بس وعدت عرفته. إيه بقى إنجي أنت عارفة؟ بس مش قوي. مش قوي. مش قوي إزاي؟ مش عارفة أتصرف. ماشي يا علي. عرفتي مش قوي؟ يعني إيه؟ كله منك يا جميل. فيده بس بالراحة، يعني أقول له أنت مر فوت. مش هنسلم، مش هنطاطي، مش هنسلم، مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا للتحرش، لا للتحرش، لا للعنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة. يلا يا كاميليا نطاطي. أنا خايفة، أنا خايفة يا إنجي، أنا خايفة. المسيرة هناك اهي هتبدأ، هيطلعوا على سلم النقابة. مدي بس بسرعة. لا بس بجد أنا خايفة. لا يا إنجي لا والنبي. مش هنسلم، مش هنطاطي، مش هنسلم، مش هنطاطي، مش هنسلم، مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة. صوتنا لازم يوصل، صوتنا لازم يوصل. يا إنجي، إنجي أنا قلقانة أوي. الوضع مش مستقر هنا، والأمن مش مستتب، والخضار ما بيتغسلش، والغسيل ما بيتنشرش. اهدي اهدي يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ انا فاهمه انت متوتره ليه يا ماما. ما فيش اي مشكله، انا وانت هنثبت وجودنا. بس انا صورك كام سيلفي وانت تصوريني كام سيلفي، وبعد كده ما نطلعش على سلم النقابه ونروح لبيوتنا. يا سلام. ايوه الهدوء اللي انت فيه. انت مش فاهمه حاجه، احنا في وسط المظاهره يا انجي. احنا لو اي بوكس جه خدنا هنروح في ستين ده يا انجي. يا بنتي فلا الله ولا فالك. وبعدين بقول لك ايه، احنا جايين واقفين في وسط وقفه نسائيه، وقفه رقيقه، وقفه ناعمه. ايه اللي هيحصل يعني؟ انت مش فاهمه حاجه. اصلا حسين منبه عليا لو شفت مسيره، بس حلو كده لو جميل. شفت اي مسيره حتى لو في طرقه بيتنا، يعني امشي واسيب بيتنا. حسين هينفخني، حسين هينفخني. بقول لك ايه، حسين ده ما بيشتغلش غير انه بينبه نبه نبه، هو شغال منبه وبس. بقول لك إيه؟ كلام الرجاله لا بيودي ولا بيجيب. انت مش فاهمه يا انجي، انا خايفه لحسن يكون في طرف تالت مندس في المظاهره، يسخن المظاهره نروح في 60 داهيه. مندس في المظاهره وطرف تالت؟ يا حبيبتي ما فيش حاجه اسمها مندس، ولا في حاجه اسمها طرف تالت. وما تقوليش كده قدام حد لان الناس بتضحك عليك. انا ما عملتش حاجه. انا بريئه، بريئه، بريئه. انا يا حلال، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. هاجي لك يا كوكي، هجيب محامي واجي لك يا كوكي. يلا هاتها معاك. كوكي تجيب مين؟ لا 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 حضرتك، انا مش عايزه عنف، بالراحه افهمك. يلا خدها خدها. بلاش عنف، بلاش عنف حضرتك، بلاش عنف. حبيبتي تعالي، هيعدمونا ولا هي انجي؟ استنى انت كمان، هو حضرتك اكيد في طرف ثالث سخن ما بيننا. مش انا قلت لك كده؟ ايوه ايوه فيفتا، مش انا قلت لك برده كده؟ اه قلتي لي. جاتك خيبه. اعدام يا انجي، انتي لابسه احمر يبقى اعدام. تمام يا فندم، تمام يا فندم. عسكري بلبل جاهز لأي مهمة أكلف بيها. هو فين؟ هنقبض عليه. فين العمود؟ العمود سلمناه للحي. يخرب بيت غبائك، فين عمود الأكل؟ أيوة فندم المؤاخذة، عمود الأكل. ماني رحت زي ما حضرتك قلتلي، رحت البيت جرست جرس الباب. جرست جرس الباب؟ أيوة فندم جرست جرس الباب، محدش رد علي. فضلت واقف قدام الباب نص ساعة. لو وقفت قدام باب نص ساعه ليه طالما محدش رد عليك؟ الواي فاي بتاعكم يا فندم سريع قوي. يبقى انت اللي بتشطب الباقه. لا والله يا فندم. انت بتحور عليا يا لهوي. يا فندم ما بحورش، انا قعدت اخبط 10 دقايق يا فندم محدش رضي يفتح. بحسيت الامنيه يا فندم، فهمت ان محدش جوه الشقه. ولما محدش رد عليك ما اتصلتش بالمدام ليه؟ ودي حاجه تروح على رجل المباحث يا فندم. اتصلت، واحدة غريبة ردت عليا في التليفون، قالت لي هذا الرقم غير موجود بالخدمة. شكيت، قلت لها ازاي؟ قالت لي برجاء ترك الرسالة بعد سماع الصفارة. اه وسمعت الصفارة؟ لا انا ما سمعتش الصفارة.
انت بتحور عليا. لو كتاب الله يا فندم، لو طمعان في لسان العصفور انا ممكن اسامحك، انما ايدك لو اتمدت على كباب الحله هفرغ دفنه فوخك. لو كتاب الله يا فندم طمعان ايه؟ ده انا العسكري بتاعك، ده انا يوماتي ادوق الاكل اللي يكون سمنك ولا حاجة. ايوه ساعات بتحصل في المسلسلات التركي. ايوه يا فندم، يعني نهايته مفيش عمود الاكل النهارده. أيوة مفيش عمود اكل يا فندم. ده انت ليلتك سودا النهارده معايا. امسك. النظارة دي أصلي؟ الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا برجاء ترك الرسالة بعد سماع الصفوان. أنا سمعت الصفوان.